Ich bin ja mein Mensch. Also ich bin die von uns, das ist ein Problem. Ich bin ein Problem, das ist 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 نتعرف على تجربة سريعة يعني يستطيع أن يتباهى بها الشباب في هذا العصر الراهن العصر الحالي قصة تميزت بكفاح وصنع مثلا الدكتور علي نموذج رائع للتحدي مع الذات والذات الأهمية وتمكن بالفعل بعقد ذلك من أن ينشئ كيان استثماري يموت من الأيادي الخير بخدمة المجتمع وخدمة بلدي. أهلا بساعتك معنا. يا أهلا وسهلا. دكتور علي مؤكد إنه يعني قبل التسجيل اتكلمنا مع بعض وقلنا إنه في ملحمة من الكفاح وملحمة من العطاء. هذه الملحمة مرت بمراحل مختلفة حتى تمكنت حضرتك على هدفك الأساسي في هذه الحياة وترسم هذا الطريق الذي تسير من خلاله الآن. عايزين شبابنا النهارده في المنطقة العربية والوطن العربي يعرفوا النهارده نموذج من هذه النماذج في المجتمع كيف حقق هذا الدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة أنا بتكلم هذا الكلام للشباب اللي هو الشباب الصغير اللي هو متمرد على الحياة. متمرد على الحياة وبيبصوا إن كل شيء مادة. بقول لهم إحنا أول ما تخرجنا نتخرج سنة 72 يناير 72. في هذه الفترة كنا في فترة حرب استنزاف وكان اللي بيطلع مننا من الكلية بيدخل على الجيش على طول فورا. وأول ما اتخرجت يمكن نزل الظروف لأن أنا كنت ربي مصر فيمكن ما دخلتش الجيش لكن كنت حاسس بكل الأحاسيس الكاملة اللي موجودة في الوقت ده. بقول لهم أنا أول ما اتخرجت يا جماعة وصفت ب 17 جنيه و30 قرش و3 مليم دولار كان الراتب بيتخصم منهم 2 جنيه للمجهود الحربي يعني بتفضل 15 جنيه و30 قرش و3 مليم. فكانت بالنسبة لي يعني حتى القرش له معنى مش يعني قيمة لا القرش له معنى ولا قيمة. وكنا كلنا صابرين ما كانش حد مننا بيتضايق ولا حد مننا كنا كلنا صابرين بالكامل. المهم أنا لما اتخرجت في هذه الفترة تعينت في مركز الابحاث والرقابة الدولية اللي هو كان في شارع حازم بهاوي. وفي الفترة دي أنا لما تعينت وقضيت فترة لقيت المرتب بالنسبة لي يعني يعتبر يعني مش مكفيني بالمعنى الأصح. فلقيت الفنون طالبة كانت طالبة في الوقت ده بفكرة بطريين. فتقدمت انا ممكن مجموعه كمان 3 أو 4 تانيين. ليه؟ لان حدونا 9 جنيه بالظبط 9 جنيه زياده عن المطلوب بدل عام وهتاخد انت بدل للمشروع اللي انت حابين تحتاجه وهتقعد في فيلا وهتركب عربيه ما شاء الله وثلاجه كانت شغاله بالبوتاجاز في الوقت ده مش في ثلاجات موجوده على مستوى الزمن الجميل ولا كهرباء كانت موجوده في الاريح كانت يعني كانت حتى التليفونات كان صعب جدا جدا في الوقت اللي كنت مسحت فيه. المهم رحت هذه الفترة قعدت فيهم فترة ثم رجعت من فيا لمدة سنة ثم تقدمت لاستقالة سنة 77. استقالة في هذا الوقت استقالة. أنا استقلت كانت مغامرة كده؟ هي كانت مغامرة كبيرة جدا. وديت بيتي كلهم ليه؟ لأن أنا كنت لازم أسافر، كنت مسافر الكويت لأن كانت ليا طبيبة بشرية هناك موجودة، فقالت لي تعالى دي في شركة أدوية هنا. المهم ذهبت للكويت وشاء القدر إن أنا أعمل مع شركة اللي هي بستير مريم دي شركة متخصصة في الأمصار والأبحار البيضرية والبشرية والمنتجات الحيوية اللي هي اللي بيسموها الباور بانك المكاني. دي ساعتك كانت نقله ثانيه خالص في حياتك. نقله ثانيه في حياتي ان انا ادخل فشاء القدر ان انا في هذه الفتره قامت الحرب العراقيه الايرانيه. الكلام ده كان في نهايه سنه 79 وبصيت لقيت الشركه بتطلبني بتقول لي احنا عايزين ندخل منتج حاجه اسمها الهيومن البومين لأن العراق بتطلب منه كميات كبيرة في الحبوب وفي الحاجات دي كلها.
فبدأت أنا أذاكر عن هذه المادة وتقابلت مع المسؤولين في الكويت، لأنه هو كان في مكتب متخصص في الكويت بيدي الأدوية دي في منطقة خليج ملاب الكامل مجانا، بيدوها على حسب على حساب الحكومة الكويتية. وكانت تستحوذ العراق نسبة كبيرة جدا جدا. فكنت كلمت أنا المسؤول اللي هو في وزارة الصحة وقلت لهم على هذا الكلام، فقالوا لا ده أنت المنتج بتاعك بيطلع من البلا سنتر. البلا سنتر ديت اللي هي بالنسبة اللي هي خلاص بتاع الستات بتاع الولاد. يعني كنت أول مرة بدأت أرى تطلع إزاي بالمنتج إزاي الحاجات دي كلها. المهم في النهاية خالص بعت هذا القرار للمسؤولين، فقالوا لا احنا في مؤتمرات نجيب لنا الناس دي بتفرجوا على الانتاج بتاعنا وعلى طريقه الفضاره وعلى طريقه تسليم الاملاح وحاجات كده وعلى طريقه الاختبارات الجيولوجيه على المنتج. وما زال حتى هذه اللحظه شغال في هذا الامر؟ البلاسنتا اصبحت شغاله في كل بلد على حده، لانها وزاره الصحه العالميه اوقفت السنه 99 لعدم انتشار الامراض او بيسموها عدم تحول اي مرض ينتشر من مكان لمكان. المهم سافرت انا في معهم، ثم بعثوا لي بعثة الى امريكا لكي اشوف عمليه الفلتريشن بتاعت البلازما دي. ومن هنا بدات افكر ان طب انا ليه ما جمعش انا البلاسنتا من مصر وليه ما بعثهمش، وخاصه ان هم كانوا في ذات الوقت كان منتشر الايدز لسه بادئ وكان فيه رعب. فقالوا لي احنا مش عارفين ندخل الدول الاسلاميه. ليه؟ قال لك احنا كده حاولنا ندخل عن طريق مصر مره، قالوا لنا لا لازم دفن حيوي ومش دفن حيوي وبتاع حاجات دي. المهم شاء القدر ان انا اتقابل مع اللي هو المرشد التجاري بكويت بس مستر مختار، فقال لي طب اكتب لي مذكره بهذا الكلام كتبته له بعته على مركز التنميه الصادرات المصريه اللي شاء القضاء انه يقع في يد الدكتوره نبيل عبيد من اعظم الشخصيات احسن الشخصيات اللي بتاعتها. فجابت لي فتوى من الشيخ الازهر اللي هو من ناس السيد المفتي كان في الوقت اللي هو الشيخ بطال، جابت لي فتوى مجلس الدوله لشؤون الوقف والاعصاب الصحه، جابت لي فتوى من الشيخ البازبازي، الفتوى كلها معايا. وبدات انا اجي مصر هنا واجمع البلاسنتا بناء على هذه الفتاوى، كان الحكومه الفرنسيه في الوقت ده ومع التسجيل شجعني جدا وجاب لي ثلاجات وجاب لي طرق شطور وجاب لي حاجات كتير. ودي كانت سعادتك بقى النقله الكبيره اللي بدات بيها في حياتي، نقله كبيره جدا جدا ان انا اتجه بالظبط كان سنه 94 اتجه ان انا كنت رجل اعمال مسؤول عن حاجه. أنا كنت بجمع من جميع الدول العربية، كنت بجمع من الأردن، كنت بجمع من السعودية، كنت بجمع من الكويت، من لبنان، من سوريا، من مصر، وكنت بجمع كميات كبيرة، ومن العراق، فكنت بجمع حوالي 150 طن في السنة، 150 طن في السنة، لدرجة إن أنا كنت بسد بهم نهر النيل، يعني في أكثر من كده حاجة. طيب، إحنا نطلع بقى لقصة حضرتك برسالة للشباب يقول لهم إيه؟ نقول للشباب نمرة واحد إن أنا بالنسبة لكلية الطب البيطري ما تخافوش، الكلية دي فيها مجالات لا تحصى ولا تعد. جميل. فيها مجالات كثيرة جدا جدا جدا. نعم. من المجالات البيولوجية، من المجالات بتاعت البيولوجية، من المجالات العلاجية، من المجالات بتاعت الفارماكولوجي اللي هي علم العقاقير، من الأسماك، من تربية مزارع، من تربية دواجن. هذه الكلية فيها مجالات، بس أهم حاجة إن أنا ما أكونش رائد على أساس إن أنا مستني إن أنا أكون موظف حكومة. لا، أستغل كل هذه الأشياء. أبتكر أستغل كل هذه الأشياء. استغلها وازاي ان انا يعني استفيد من هذه الكليه. دي نمره واحد. نمره اثنين بقول يا شباب ما تستعجلوش كل حاجه، انتوا عاوزين كل حاجه بسرعه، كل حاجه بسرعه. طيب. لا، شوف كل شيء بياتي بقدر. نعم. كل شيء بياتي بقدر. هل انا كنت بعد نفسي هذه البرامج؟ لا ابدا. اخذت بالاسباب. خذ بالاسباب. ربنا زي ما ربنا قال كده على الزكرمان، قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ اعطيناهم كل شيء سببا فاتبع سببا. رغم ان ربنا اعطاه كل الاسباب لكن اخذ بالاسباب. لان اهم شيء هي دي بالذات يعني. تمام.
فنقول لهم يعني بس على المشي وان شاء الله باذن الله الايام جايه والايام حلوه ان شاء الله. احنا طبعا في نهايه هذا اللقاء بنتوجه بخالص الشكر للدكتور علي الشافعي، بنتمنى له التوفيق واعتقد ان الرساله واضحه لشبابنا في الصحراء العربيه، بنقول لكم اجتهدوا وابحثوا اخلاقوا الفرص خذوا بالاسباب، وهذا النموذج من النماذج المحترمه التي صنعت لنفسها طريقا صعبا في هذه الحياه حتى وصل الى ما وصل اليه الان، هذا نموذج راقي نرفع له الدعوه ونحييه ونكرمه، وعمار يا مصر عمار يا منطقه عربيه بالجهد والعرق والكفاح يتحقق كل الامال. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وعلى موعد بلقاء اخر مع قصه نجاح اخرى نستلهم منها العبر والحكم. شكرا جزيلا لكم.